كان طل العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بكيتي تبقى بحد الشمس طلعت النار تبقى أهل وجنود نحميكي وكان طل العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بكيتي تبقى بحد الشمس طلعت جنوب مدينة نابلس في محافظة نابلس بتوقع هذا البلد اللي احنا واقفين على مدخلها عصيلة الكبلية. كبلية يعني الجنوبية، احنا الفلسطينية منقول كبلة يعني الجنوب زي ما منقول عن الشمال شامة. بجوز سمعتوا الأغنية التراثية الفلسطينية على عصيرة شدوا لحال اليوم على عصيرة وعروستك يا باسل حلوة أميرة أو قصيرة. على كل حال أنا ومخرجنا الفنان باسل عطلة استديوهاتنا هوند وانتو معاي طبعا اللي قاعدين بدكم توقفوا مشان بدنا نسند لانه طلعة بتهد الحيل. سندوا معاي والحقني يا باسل يلا نسند على عصيرة الكبلية في محافظة نابلس. حرموني شمس بلادي من عين طف النور ما بسمع صوت ولادي وبسجني مقهور حرموني شمس بلادي من عين طف النور ما بسمع صوت ولادي وبسجني مقهور مشتاق اشوفك امي مشتاق احاكي دخلنا عصيرة الكبلية جنوب مدينة نابلس استقبلنا المجلس القروي فيها هو راح يعرفكم عن حاله. عرفنا عن حالك أول إشي. أهلا وسهلا أحمد عبد الهادي عصائري أبو أسامة. أبو أسامة يعطيك الصحة والقوة إن شاء الله. الله يخليك يا رب. إحنا في عصيرة الكبلية حلقة برنامج حروف وطن إن شاء الله راح تنبسطوا فيها. أبو أسامة اسم عصير على ما اعتقد شغل معاصر وما معاصر سواء بقت قروم عنب او زيتون. صحيح. كبلي انتم عارفين احنا الفلسطينيين بنقول عن اللي بروح للجنوب مكبل كبلي. صحيح. واللي رايح شمال بنقول رايح شامه. في عصيرة شمالية قديش بتبعد هي عن مدينة نابلس عن مركز المدينة؟ تقريبا حوالي 12 كيلو. 12 كيلو بقى الختيارية يروح ينقص دره ماشي يولع سيجارة هالهيشي ويقول يلا يضل مشمل. صحيح. كديش عدد السكان حاليا عام 2015؟ تقريبا حدود 2750 2750 اللي المجلس يقدم لهم خدمات. في عندكم لاجئين في البلد من اهل من 48 اكثر من النص لاجئين في. نعم. طيب هذول انتم بتقدموا لهم ولا في لهم مركز خدمات لاجئين وكاله الغوث بتقدم لهم خدمات؟ وكاله الغوث اللي في تعاون بينكم بينهم يعني انت. نعم. مثلا خدمة المية الكهرباء هذه من خلالكم ولا من خلال من خلال المجلس من خلال يعني الخدمات الحياتية بالتحديد وكالة الغوث تعتني بشؤونهم. هناك لجنة من خلال المجلس تم تشكيلها في القرية لمتابعة شؤون اللاجئين من خلال الشؤون الاجتماعية. طيب أبو أسامة وأنا نسألك عن دنوبك لو جيت قلت لك قديش مساحة عصيرة الكبلية في الدنومات يعني أكم دنوم تقريبا مساحة عصيرة الكبلية؟ الخارطة الهيكلية تقريبا في حدود 650 دنوم. 650 دنوم لكن 650 دنوم الإجمالي بين المزروع وبين الجبلي وبين اللي عليه دور. لا الخارطة بدي الإجمالي جامل يعني الإجمالي مش أقل من
5000 دونم. 5000 دونم. في أراضي مصادرة من أراضي حصيلة الكندية ما لا يقل عن 1000 دونم. 1000 دونم مصادرات. صحيح. لأهل عصيلة. نعم. طيب عائلات عصيلة بدنا نرجع وندتش للمشاهدين واللي ما تابعوناش في برنامج حروف وطن عصيلة الكبلية، عائلات عصيلة الحمايل الكبيرة يا أبو أسامة. أسماء؟ أسماء العائلات الحمايل الكبيرة. أسماء العائلات عندك دار أحمد، دار صالح، دار الشامي، العصايري، مخلوف، حمدان. تذكروا يا جماعة حمدان. هذه العائلات تنساش حدا انا بتدخلش. ياسين، دار ياسين، دار بدران. في مغتربين من عصيرة خارج فلسطين اكثر من الموجودين في عصيرة. معنا وقعتنا مع اهل عصيرة بشرى، بس اروح بيسالوا يقولوا لي تعال جاي وين؟ راح ابو اسامه في عائلتنا ولا تنساش حدا ابو اسامه؟ ها منكم اله يا اهل عصيرة جل الحمايل عديتهم. أبو دار ابو حمد. ابو حمد ايوه ذكروا يا جماعه مش مزح. ما ننساش حد احسن يسبوا علينا. دار مخلوف عدنا. طيب تقريبا بتقدر تقول عدد الحمايل 9 عندنا في اليوم. طيب ابو اسامه نيجي للهموم، الله لا يجيبها الهموم، انتم كمجلس قروي تقدر تقول انه كل الخدمات احنا وفرناها للمواطنين ولا لسه في نواقص للبلد؟ في نواقص ما في شيء يعني، في نواقص ومن يعني اهميات في حياه المواطن يستقبلها. الهم الكبير اللي انت تسجله فيه المي. هسه المي مش الكهرباء روح حياه الانسان. الكهرباء موجوده لكن المي مفقوده. شبكة مي في البلد؟ شبكة لا لا مي ما في شبكة مي. وما ليش عايش الناس عايشين على الابار الجمع وعلى التنكات اللي على ظهور الحيطان بيشتري مي مشطر؟ يا سلام. بجمع له في الشتوي من مطر. في حاووز مي يعني يغذي البلد؟ لا لا ما في. كان في الزمان في حاووز مي بغذي من بئر في الجهة الشرقية من البلد. طيب قدمت منطقة مرتفعة إلا أنه النبع، إلا أنه الإسرائيليين المستوطنين بالتحديد قطعوا هذا المي. طيب قدمتوا لمشروع مية؟ قدمنا لمشروع مية ومن أكثر من سنتين تمت الموافقة عليه، إلا أنه بسبب ذهاب سيادة الرئيس على الأمم المتحدة كان المشروع ممول من الأمريكان فجمدوا التمويل. والسنة هاي نفس الاشي كان موافق عليه ونزل العطاء ورسى على جهة معينة مكون معين برضو وقفوا التمويل بسبب ذهاب الرئيس على الأمم المتحدة، وما زال المشروع قيد التنفيذ. بدنا نضل لساتنا منطارد يا جماعة. بدنا مي، بدنا مي. نعم صحيح بدنا مي. شبكة صرف صحي يعني مو بالمي هان بكلفنا ما لا يكل عن 15 شيكل يعني 3 دنانير كوب المية تقريبا، والناس مقضيتها تشتري بيشتروا يعني اهل عصيرة قاعدين بيشتروا مية يا جماعة الخير. طيب شو في برضه هموم عندكم ايش غير المي؟ مع ان المي هي اصل الحياة، هذه من متطلبات الحياة للمواطن في هذه البلد، لكن طبعا اكبر الهموم الاحتلال لوجود مستوطنة اللي هي مستوطنة تتصار ومعروف عنها في الضفة الغربية بأنهم أشرس المستوطنين وأكثرهم اعتداء. وقعتكم هذه سوى. اعتداءات مستمرة شبه يومية على الكرة المجاورة جميعها ليس فقط على عصيرة الكبلية، أيضا مادمة، بورين، حوارة، عنابوس، عريف، على الكل. فدائما وأبدا باستمرار اعتداءات، سواء كان اعتداءات بأشكال مختلفة على الأراضي أو اعتداءات على المزروعات، على حد المزروعات، اعتداءات على المنازل القريبة من المستوطنة وضرب حجار في الليل على المنازل، اعتداءات بإطلاق النار. أبو أسامة خلافنا لسه مع أبو أسامة وأهل عصيرة الكبلية ما خلصش. حرموني شمس بلادي من عين طفو النور، ما بسمع صوت ولادي وبسجني مأهور. حرموني شمس بلادي من عين طفو النور، ما بسمع صوت ولادي وبسجني مأهور. مشتاق أشوفك أمي، مشتاق أحاكي يا زهرة البلدان والحياة.
عالهجران ما بكيتي يبقى بحد الشمس طلعتنا يبقى أهل مشلول. في عصيرة الكبلية عند هالفولات وهالكعد فيها الشمسات وجنب هالليمونة. والله يا عمي كانت الحياة أول يعني. أول شيء عرفني عن حالك. عن حالي عادل محمد مصطفى. مصطفى. أيوة. قديش عمر البراتشية؟ 82. الحجة موجودة ولا؟ لا توفى زمان. توفى زمان. ما جددتش يعني؟ جددت ولا؟ بقدرش أعيش. يعني تقدرش تعيش ها؟ أعيش ولا برا؟ بتصبروش أنتوا ختيارية زمان ما في بعدين الخير عنده ثنتين وثلاثة وأربعة. هذا من زمان بس اليوم هذا من زمان من زمان اليوم. ابو ايش كنا البراتشي؟ ابو غالب. ابو غالب ابو غالب على اسم ابن الكديمي. ها الكديمه هاي ما خلفتش. يلا منيح عايشين لحالنا يعني. لو خلفت بجوزة مشكلنا في الاسم شوي. ابو غالب. نعم. 82 سنه. نعم. بدنا نكيم منهن 60-65 سنه. نعم. ايام الشباب. نعم. ايام ابو غالب والشباب. كيف بكت عصيرة الكبلية؟ عصيرة الكبلية عمي يعني كان سكانها في حدود 450 نفر. حلو شديد. شايف كيف؟ هذا يمكن في الثلاثينات يعني مكسموا أراضي البلد. يعني كان عدد البلد 450 نفر. طيب حلو شديد. كيف بكيتوا عايشة؟ أنا ما كنت ولد في ذاك الوقت. عم كنت شباب شو عم وين شباب؟ لما بكى عمرك 20 30 سنة أنا بحكي. يا سيدي ماشي. أنا بحكي في 30. طيب ما إحنا بنقول لك لما بكيت شباب 16 و17 شبابكم هيك. إحنا بكينا شباب يعني بكينا نعتمد على الفلاحة نزرع ونكلع هذا حياة الفلاحين كانوا. بكيت تقضوها هيك يعني. هاي حياتنا بالفعل التسلية تاعتكم يعني تروحوا على الحصيد وتنام على البيادر هذا هو كنا. بكى عندكم طابور. كلها بيادر وطوابين. طوابين بكى. بالفعل صحيح. لحقت الشراديش انت ولا؟ لا شراديش ما لحقنا هن. ليش؟ زمان بكاش في شراديش. بكاش شراديش. طيب كل بدنا نرجع العصيرة. نعم. كيف بكت الناس عاداتهم تقاليدهم؟ والله يا عمي تقاليد الناس وعاداتهم بكت كويس كثير 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 يعني. واحد مكسر في الحرات يروحوا جميع الناس 20 تأس 10 12 فدان يروحوا يرثوا الأرضيات ويزرعوا له كم حياته وشعيراته وبعدين في ايام الحصيد نفس الشيء كل البلد يروحوا. ايش واحد يضب قبل الثاني؟ لكن الجميع مع بعض يعني اللي خلص قبل العام الثاني هيك كانوا يعتمدوا وبعدين في ايام الحصيد نفس الشيء كل البلد يروح عاد. واحد بده يبني له بيت تلاقي ينده في الليل فلان في عنده صبت بيته مو فكاش في بطون يلا كله عقد كل البلد كل البلد روح بالصبح فزعه يلا عليه فزعه يذبحوا لهم ذبيحه وكذا وشيء وغدوا العالم. طيب مين بكى مختار بلدكم مخاتيل بلدكم تتذكرهم؟ مختارنا كان مطلق الحسن كان انسيب يعني انا كنت ماخذ بنته هذا بكى لكل الحمايل لكل البلد البلد ما يحمولي واحد تقريبا. بكى في مدارس زمانات في بلدكم بكوا يدرسوا؟ بكى عندنا مدرس واحد. منين هو شو اسمه بتتذكروه؟ عبد الكريم شو اسمه دلوسك. واحد مدرس واحد كان في البلد. مش من البلد لا مش من البلد. لا يجيكم من برا البلد. من البلد. طيب عصيرة فيها بنعرف احنا اغلبية الكرة فين بقول لك الخضر الاخضر او النبي مش عارف مين او الشيخ. في اماكن دينية في بلد؟ في عندنا سلمان الفارسي هاي فوق في مستعمرة حاطين يهود فيه مستعمرة. هذا كانوا الناس في ايام المواسم يطلعوا هناك يروحوا النسوان يسجنوا ونروح النسوان والزلام ويروحوا يندرن هيك كانوا. يا رب خلي لي ابو غالب وطول لي عمره وتولي على الشمعه بكت تدعي لك الحجه يغنوا ويدبكوا ويغنوا. كيف بكت غنانيهم زمان ودبجتهم واللبس وين بكى اللبس شو بكت كيف بكوا يلبسوا زمان؟ نفس الشيء كنابيز الموضه انت كنابيز كنابيز كانوا. انا من عشت والله 35 سنه في الخليج تعودت على الدشداش وما دشداش راح الكمباز وراح الكبر قبل كنابيز جوكيتات واطكم بكل ناس متخلص. وين المحجن اللي بكت تبكى من جدع الزيت اليوم مع ضو ابو غالب هي بمشي ومع بوصلي مشان اذا تاه عن الدار يضل يقول هذاك الدار هذاك الدار مشان الدار ولا هذاك الدار اليوم تطلع اليوم الناس في نعمه وفي خير يا عمي الحمد لله. اول حياه يعني مش كويسه وهدات البال هدات بلا فش يعني انا عايش انا ومرتي هان لحالنا فيش حدا طلع لي. لك اولاد برا يعني مختلفين؟ كل اولادي برا. وين موجودين؟ في عمان وفي امريكا وهم طاشين عمان. تعب اساميهم هم هسه بيشوفوك بدهم يطلعوا عليك. انا شو بتقول لهم؟ زمان ما شفتهم ابو غالب؟ والله زمان واحد قدم السنه على اسرائيل تبني سياحه وقعوا له على الجواز مشان ما يطلعش. شو اسمه طلع عليه انا شو بتقول له؟ هذا اسمه غازي عادل. وين عايش؟ عايش في طبربور في الأردن في طبربور. هيو بتطلع عليك هو عيلته شو بتقول له؟
بنقول له زورنا تعال. زورنا. هاي الحج ابو غالب مشتاق لكم يا جماعه، طلعوا. اهلا وسهلا فيكم بعدين يا ابو غالب بيحب الخضار. هيو زاد او عشان الحج الجديد اللي زاد. والله هذا كله زرعته انا بعد ما جيت، يعني ما كانش عندي هويه انا. وجيت يعني صار لي 15 سنه في هالبلد انا جديد. بس 15 سنه هيك ما شاء الله داير البلد. زرعنا هذا يعني بكله يا تبعنا. تنكوش انت والحج علينا هذول والله الحج انا والله ما بصيب حاجه، بشتغل شيء. انت قاعد يعني قاعد هي اللي بدير بالها على الشجرات وبتزرع لكم وطيات. انا اشياء اراضي هاي الارض كلها لهاي الحديقه. ابو غالب يلا اعطيك طول العمر. الله يحييك. ما جبتني هذا صرنا وين راحت المحجاني من خذها البارود. ايوه مع ضوء من شركه تدلاجح ابو نعم. غالب من شركه تدلاجح للمنظفات الكيماويه. اهلا وسهلا شرفنا. خلاص بسم الله الحج زهير الدويتات متعامل معهم احنا الراجح ابو اسامه المجلس القروي عندكم بنقدم لك هذه الهديه. قيمتك اكبر من هيك. طول عمرك يلا اعطيك طول العمر ان شاء الله. الله يرضى عليكم ويخليكم. اهلا وسهلا فيكم. يلا بخاطرك بدنا بس طلب منكم، بلدنا بتنقص هالمي، مي معناها حكى لنا ابو اسامه حكى لكم خلاص آه. وان شاء الله بتصير المي والكهرباء وكل شيء بصير. الله يطول اعماركم خليكم معنا بس لسه معناتش وين رايح ابو اسامه ياخذنا اول المجلس الكروي في بلده عصيده القبليه جنوب نابلس. الحقيقه يا دار مهما صار رح منعود، احنا الاصالي تبعها والجود. الحدود مهما تباعدت الحدود، روح الدم الحر يفديكي. وان كان ضل العيد غنيتي رغم كل شيء ستبقى الأفراح الميجنة والعتابة والدبش الفلسطينية في مدننا وقرانا وحاراتنا وأزقاتنا وفي المخيمات. سنبقى نفرح رغم كل شيء. عصيرة القبلية دخلنا على هالدار، يعني دار ما شاء الله بجوز شفته او يصورها زميلنا الاستاذ باسل هسه. الميرمية، الزعتر، السبانخ. الحجة باكي مش مكسرة، بتحب انتو عارفين بيحبوا الخضار احنا الفلسطينية وبعدين بيحبوا الشغلات. حجة كيف حالك انت؟ الله يسلم حالك. عرفيني عن حالك. انا حالي الله يسلم حالك. شو اسمك؟ شو اسمك؟ انا اسمي امنة. من اي حمولة؟ من اي عشيرة؟ انا من دار خليفة. من دار خليفة. الاصل بوار نحن. وطلعنا عصيرة. يعني جايبينش غريبة انت. انا. انت ما حلتيش عبر. يا من عصيرة يا جابك الحج غريبة من برا. انا من عمان. حيرتنا الحج بدك تلفين الوطن العربي. خليك مع ام ايش البركة. ها. ام ايش. انا ام علي. ام علي. يلا خلي سنة الدعبة. انا ابوي علي وابني علي. طولي بالك علي انت. نعم. الحج الله يرحمه ولا موجود؟ لا والله الله يرحمه. زمان؟ صار له بيجي 20 سنة. الله يعطيك القوة. امين. طيب ام علي. نعم. قديش عمرك تقريبا؟ عمري الحج راح هسه فيش تخبي. مواليد 27. احسبوا لها. احسب انت. احسب يا ابو سامي. انا بحسب. احسب. طب يعني 86. قديش حوالي؟ 86 سنة. ما شاء الله 86 سنة. هسا من ما جابوش من بولين؟ جابوش من بولين. انت من عمان جابوش هنا؟ جابك الحج. جابك هنا. من عمان. وعشت فيها البلد. نعم. هسا اللي حوالينا كليات وهذا شغل ايدك. نعم.
بكيت تعمليه من كش قبل؟ من كش. بكيت تعمليه للتجارة ولا انت هاوي وغاوي؟ لا يعني هاوي للدار ولخواتي. هيك معبيتيها الدار ما شاء الله لخواتي. الله يعبي قلبك فرحة. طب لو سألت لو سألتك انت لما تجوزتي كديه بك عمرك؟ هذا والله بس تحي. ايوه خلي سن هذا عم يلمع. ايوه والله بس تحي. شو بتستحي ما تجوزها 13 سنة. سنه يا مقدمني بك يجوزونا صار صغار. هو قد ايه بك عمره الحج ابو علي؟ 26 النص. اتجوزتي هنا في البلد في عصيره؟ في عصيره. جابوك فالدي زفي؟ لا وشو سداد مهربين سداد دين ماخذك. هو شو مهربين؟ والله مهربين من الشريعة قطعنا. قطعت من الشريعة؟ وجابك انت ويا لحى؟ بكيت اقول قطعنا الوادي يا عمي على اللي خسر ضمي. انا كله قطعت وادي يا عمي على اللي خسر ضمي. بالعكس. واتجوزتوا هان؟ عملوا لكم عريس؟ حنوك هان؟ جابوا لك تسوي من هان؟ كدي دفع فيك فيد؟ 70 دينار. طب منا 70 ربك كان اشتري نص عصيرة. هيو مع باك يا ابو علي. مع الحمد. طيب بدي اسألك عن العرس زمان، كيف بكى العرس زمان لما تجوزت انت؟ العرس من زمان بكوا يعللوا. طيب شو بكيني ها هين؟ شو بكيني غنين؟ غنين؟ يلا سمعيني. والله انا انت شو غنوا لشكوم؟ اطلعي من دار ابوك ويا انت جيتي قطيعه مقاطعتيها مقاطعه الشريعة. لا قمتي ولا نزلت انت. ولا قمت ولا نزلت. جيت مهرب. طيب شو بكوا يغنوا؟ شو بكوا يغنوا اهل العصير وهان في العروسات زمان قبل 60 و70 سنة؟ غنانيهم اليوم بالمسعدات على المسجلات مالناش فيهن. مالنا مالن. طيب يلا يحكي لي شو بكوا يغنوا؟ شو بكيني ها هي لما تجوزت ابني شو ها هيتي له؟ والله ما ها هيت لهن. ولا شو؟ عيطت. وليه؟ عم انه في الكويت تتجوز. بفكر مش على مزاجي تتجوز يعني. لا ما تجوزش على مزاجي. تجوز على مزاجي. خدت كم ولد عندك الله يخلي ليش؟ اثنين. اثنين هانا معايشين موجودين؟ لا واحد في غسلافي وواحد في عمان. يعني مش موجودين؟ مش موجودين. لا همي ولا اولادهم. ولا همي ولا اولادهم. سلامتكم. طيب بدنا نعرف شو بكت طبخة العرس في عصيرة قبل 60 سنة و70 سنة؟ بكوا يطبخوا يسلكوا رز. الرز يذلوا عنه زل. مش مثل اليوم التفلفل. لا بكوا يسلكوا الرز بس يستوي يذلوا عنه المي. طيب في مصفاف اشي. وبعدين يفتوا. يفتيه. يفتوا خبز. يمركوا على الخبز. وحطوا في لجون. الجون اليوم صدور. قبل بكى الجونة. الجونة يحطوا في هاللجن شوية الفت. يحطوا عوجهن شوية الرز. وحطوا كم شكفة لحمة. وتشيلوا يا اهل البلد ويخرجوا للبلد. والتسوات كيف كانت تشسولك من هان كلتي؟ شو جاب ليك؟ والله جاب لي بدلتين مخمل. حلو. وبدله تطلس. ايوه. وثلاث بدلات بكينا نقول له كورنيش. بكاش عندك عبايه جوخ ما جاب لك؟ لا لا ليش بخش البسين عبيها على الجوخ. جاب لي عباه. باكي العباه اللي جابوا لي اياها. باكي ابو فوزي الله يرحمه اللي هو سلفي. باكي خاطب وحده في البلد. حلو. وظلت جديده ما جابوا ليش. هاي سدت هالعباه الموجوده جديده. ثوب العرس شي بكى في عصيره. هو نفسهن يعني؟ وبدلي عادي. ويجوا يزينوا العروس يزينوك يطقمشوك؟ ولا لا في صالونات زينوا؟ لا في صالونات. بكى عندكم طابون في البلد؟ بكيت تروحي تخرجي؟ هذاك وهان اك طابوني بكى جرفوه بس سوينا الطريق وصورنا. راح الطابون؟ راح. بطلنا نوجه الخبز طابون. يلا خلي لي سن هالذهب محلي. الله يسعدك. بالمع. اي وضعك وضعك لا طول عمرها من علي. الله يسلم عمرك. طابون من مشثر منكم. من علي. نعمين. هذه الهديه ما بديش تعطيها؟ هذه الهدية، هذه هدية مقدمة من شركة اللاجح للمنظفات الكيماوية. شكرا. باسم الحجز وهذا اللاجح وابو سامة رئيس المجلس مقدم لك هذه الهدية. شكرا. إليش هذه اللي بدك تعطيها في إليش بنات هان؟ الحمد لله. هان؟ إلي ثلاث بنات، هاي وحدي وهاي وحدي. للغالي بدك تعطيها؟ وحدي. للغالي للغالي هذه اللي كليبة من كلمة اللي لها الصلة والبرة؟ والله ما بميز حدا عن حدا. لا في واحد كريم بس يتم عليه هذه. هذه الدساديس لها هذه.
ام علي. نعم. يلا خلي سيدنا الدائم يضل يضحك ان شاء الله. الله يسلمك. خليكم مع نافذ، يعطيك العافيه ام علي. بعدنا في عصيره القبليه، وعصيره القبليه حلو كثير الصراحين، تشوفوا شغلات كثير فيها. بخاطرك. مع السلامه. يطول عمرك. يا الله. هذا الصرح اللي بنحبه، اسره وحده واحنا بقلبه، نحزن نفرح نضحك نمزح، رح نبقى ونمشي نتدرب. زي ما انتم شايفين احنا في الجبال عصيره القبليه الاراضي البعليه في منطقه ابو سامة، كلب عندي جاي شايفين اللوز الاخضر يعني كرش بقروش كنا نقول يعني بشحن. ابو سامة المنطقه اللي احنا فيها شو اسمها هذه؟ منطقه فكاس. منطقه يعني منطقه اثريه. اثريه وزراعيه. كأنك بتحبش اللوز ابو ولا مالي يعني اللوز الاخضر زي ما انتم شايفين يا جماعه، هيا ابو سامة ها يعني اللوز الاخضر بشحن نشفت ملح لو جايبين في جيبتي. ابو سامة تعال معي، كلها اراضي زراعه بعليه يعني ساكي رباني ربنا سبحانه وتعالى اللي من عنده مسكيهم. يعني هاي الكمبوطه او الزهره اللي انتم بتعرفوها، الكمبوطه او الزهره بدنا نقصه. قصه مسامح ميلاد ابو نضال خير ولك قبل يطلع ما شاء الله. قول لك ليش ها بدنا نقطع منه نشوف الزهرات البعليه. شو بدنا نقول؟ زهرات عصيريات بعد بشحن تشحن فيها الكلايه ابو اسامه ولا في اشجع ولا في اشجع منه لان الرغيف طابون بس زي ما انتم شايفين. هذه المنطقه كلها اراضي عصيره ابو صحيح. هذه يعني مزروعه كلياتها بعل مي ما هو ما في شيء. هذا شجر وكمح وشعير. هذه المنطقه اثريه فكاس. صحيح. تاريخها قديم جدا جدا يعني بيجوا ناس هنا بتنزهوا بس. نعم من بقية الكرة حتى بيجوا يوم الجمعة بتنزهوا هان في المنطقة. يوم الجمعة وقت ملاني كن ملاني. انت هانا معجب شبنا غنمات عندك. هانا معجب دائما. نعم. هذا الارض لك. نعم. كله بعل. نعم بعل. ولا بيطيب منه. ابو ايش البركة عرفنا عن حالك. ابو نضال. من اي حمولة؟ عصائري. عصائري. من قرابة ابو اسامة. نعم. ابن عمي. نعم. والحليب كله هانا على الربيع. نعم على الربيع ما بتعملش في علف اليوم. بدنا نقرص زهرة ونقرص لوز اخضر. نضلك يا نافس كاهل فينا احنا المغتربين اللي برنا ان شاء الله بترجعوا بترجعوا. شو كلكم انا عش الحال خليكم معنا لسه جولتنا في عصير الكبير ما خلصتش. انا بدي اروح اكرم باقي راس الزهرة الحكم. يا دار مهما صار رح احنا الاصالة نبعها ونشود الحدود مهما تباعدت الحدود بروح الدم الحر يفديكي. وان كان ضل العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بكيتي تبقى بحد الشمس طلعت المشنود نحميكي.
أعزائي المشاهدين هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج حروف وطن في بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس. قبل ما انه انهي الحلقة بتشكر السيد ابو اسامة واعضاء المجلس القروي في بلدة عصيرة القبلية، وبنحكي لابو اسامة اذا في عندك اي رسالة اخيرة او مناشدة حاب انت تحكيها توجهها سواء للمغتربين من ابناء عصيرة القبلية او حتى في سلطتنا الوطنية الفلسطينية، احنا والمشاهدين معك. والله احنا بداية يعني جزيل الشكر لكم اللي بتجعلوا من هالبرنامج تواصل ما بين المواطن اللي بيعيش تحت الاحتلال وما بين المغتربين من ابناء شعبنا ومن ابناء بلدنا. هذول اللي يعني حاملين هم الاحتلال، احنا حاملين همهم، ونتمنى يا ريت انه نخلص من هالاحتلال والاستيطان ويرجعوا وعودوا لبلدهم وشاركونا الاحراث والزراعة وتطوير البلد وتنميتها، ويوصلوا معنا لوز ويوصلوا معنا لوز اخضر وقنابيط وهي طبخة ابو محمد عبد الكريم دعمر العوزي ما شاء الله عنها طيبة وزاتشي. نتمنى انه اهم اشي نخلص من هالاحتلال وعودوا هالمغتربين الى هذا ويلتم الشمل. نعم ابو اسامه بنشكرك وبنشكر صاحب البيت برضو اللي احنا في ضيافته ابو قيس بنشكرك. دائما بنقول تفضلوا، لكن زي ما بتقول فيروز منندح ما بنسمع ولا منلاقي حدا، وانا تقول لكم تعالوا تفضلوا مش كايلكم وما تتفضل، خاصة انتوا اللي خارج فلسطين، لانكم ما واحد فيكم رد علي بيوم من الايام قال يلا بسم الله. شكرا لكم، ونافذ ابو شارخ يشكر لكم حسن المتابعه. وعلى راي ابو اسامه ان يا بلعب يا بخلي شكرا لكم والى الغد، سلام عليكم.